السلام عليكم. لا تخلو صفحات الفيسبوك في الجزائر مؤخرا من الحديث عن السيارات الجديدة والتي دخلت الجزائر بأسعار قال الكثيرون أنها مناسبة جدا للطبقة المتوسطة، خاصة وأنها مع ضمان لعدة سنوات مقارنة بالخردة والتي تباع في سوق السيارات المستعملة بأثمان باهظة ولا تتوفر على أدنى شروط السلامة. وينتظر الجزائريون على أحر من الجمرة الإعلان الرسمي عن بيع هذه السيارات. وعلى سبيل المثال تداول ناشطون صور لسيارة جيل الجديدة والتي يبدأ سعرها من حوالي 250 مليون سنتيم، وقال ناشطون أن هذه السيارات ستباع فقط بالمحسوبية، وإن وجدت فلن تجدها أبدا بهذا السعر، وتبقى السيارة في الجزائر مجرد حلم للمواطن البسيط ولن يتحقق أبدا.